بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. كل عام وجميع الإخوة والزملاء بخير والأمة الإسلامية بخير. موضوع محاضرتنا النهاردة أو الجزء اللي احنا هنتكلم فيه الأحكام العامة في الطعن في الأحكام في المواد المدنية والتجارية. الحكم القضائي يفترض أنه هو ختام الخصومة القضائية، وهو اللي بيهدف المدعي للحصول عليه من رفع دعواه أمام القضاء. فالحكم القضائي هو ده النهاية الطبيعية للخصومة. الحكم القضائي نقدر نقول أن المشرع اداله قرينة قاطعة. القرينة دي أساسها إيه؟ أساسها أن الحكم بيعبر عن الحقيقة الواقعية والحقيقة الإجرائية، يعني قرينة الصحة وقرينة الحقيقة. من ناحية الحقيقة ان الحكم يفترض ان اللي حكم به هو ده اللي حاصل في الواقع، فلان اضر بفلان يبقى فعلا الحكم مدام قال كده يبقى هو اضر بفلان، العقد ده باطل واحنا شايفين في الواقع ان هو باطل، المحكمة لو قالت ان هو باطل يبقى فعلا الحكم بتاعها مطابق للواقع ان هو باطل. قرينة الصحة ان يفترض ان القواعد الاجرائية اللي نص عليها المشرع واللي احنا واجب ان احنا نراعيها، بيانات جوهرية في الصحيفة، اعلان صحيفة، اي اجراء احنا بنقوم به، يفترض ان المحكمة مادام وصلت للنهاية وحكمت ان كل الاجراءات دي مستوفية، يعني يفترض ان الشكل صح. لكن طبعا الحكم القضائي في الاول وفي الاخر يفترض انه هو عمل بشري لا يخلو من الخطأ. عشان كده تشريعات جميع الدول أخضعت الأحكام للمراجعة اللي هو الطعن من محكمة أعلى بيتم عرض النزاع تاني عليها. طيب في القانون المصري عندنا طرق الطعن بتنقسم لنوعين، طرق طعن عادية في الحكم وطرق طعن غير عادية. طرق الطعن العادية الاستئناف، وكانت المعارضة في قانون الأحوال الشخصية، ودي طبعا تم إلغاء زي ما احنا عارفين، فما بقاش فيه غير الاستئناف، هو ده طريق الطعن العادي في الأحكام. وفي طرق الطعن غير العادية اللي هو النقط والطعن بالتماس إعادة النظر. طيب طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية بتختلف عن بعضها في إيه؟ في اختلاف. طرق الطعن العادية انت بتطرح النزاع بتاعك كله برمته من جديد قدام محكمة أعلى من المحكمة اللي فصلت في النزاع كله بعناصر القانونية والموضوعية، فالمحكمة بتفحص النزاع كله من جديد. طرق الطعن غير العادية انت ما بتطعنش إلا إذا كان بناء على السبب اللي المشرع قال عليه، اللي هو بنقول عليه في فقه المرافعات إن الطعن غير العادي يتخصص بسببه، يعني متخصص بالسبب ده ومتعلق بالسبب ده. اما كانش في حاله الطعن بالنقض مثلا الحكم بتاعك مخالف للقانون مش هتقدر تطعن، مش هتقول لا ده في خطا موضوعي، لا لازم يكون مخالفه للقانون، خطا في تطبيقه، خطا في تاويله، اللي هي الاسباب اللي المشرع نص عليها بالنسبه للطعن بالنقض. وكذلك الامر بالنسبه لالتماس اعاده النظر، التماس اعاده النظر ليه اسباب معينه واسباب محدده ما تقدرش تطعن بناء عليها، ما بتقدرش تطرح النزاع كله من جديد زي الاستئناف مثلا قدام محكمه الالتماس، لا ده انت بتطعن بناء على اسباب معينه واسباب محدده هي اللي المشرع نص عليها. السبب مش موجود مش هتقدر ان انت تطعن، واذا طعنت هيبقى طعنك غير مقبول. ده بالنسبه للتفرقه ما بين طرق الطعن العاديه وطرق الطعن غير العاديه. طيب نيجي لشروط الطعن. هل دلوقتي اي حد من حقه ان هو يروح يطعن في الحكم؟ انا طقت في دماغي كده اصحى الصبح اروح اطعن في اي قضيه؟ لا، في شروط معينه طرق الطعن العاديه وغير العاديه على حد سواء اشترطتها في الطعن. اولا ان انت لازم تكون خصم في خصومه الحكم المطعون فيه، لازم ان انت تكون كان ليك مركز الخصم في خصومه الحكم اللي انت جاي تطعن فيه، مدعي، مدعى عليك، مدخل، متدخل، المحكمه طلبت ادخالك، واحد من الخصوم امر بادخالك، المهم ان انت دخلت في النزاع وبقيت طرف في الحكم اللي انت جاي تطعن فيه. اما لو انت من الغير مش من حقك ان انت تطعن. دي بالنسبه اللي هو من الغير كانت حاله في القانون المرافعات السابق اسمها اعتراض الخارج على الخصومه، اللي هو لو واحد بره الحكم لكن الحكم اضر بيه، لكن الحاله دي تم دمجها بقت من ضمن حالات التماس اعاده النظر. لكن القاعده العامه ان انت لازم تكون خصم في حكم اول درجه. طيب لازم تكون بتطعن بنفس الصفه اللي الحكم اللي انت جاي تطعن فيه كان ليك الصفه دي. يعني كنت
صاحب مثلا شركه لازم ان انا تفضل لي نفس الصفه وانا بطعن. اذا الشركه فرضت عليها الحراسه مش من حقي انا اللطعن حتى لو الحكم كان صدر ضدي، لا يجي الحارس القضائي هو اللي انتقل له الحق في الطعن، فلازم اكون بنفس الصفه اللي انا كنت فيها في الحكم اللي انا بطعن فيه. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون الطاعن هيستفيد من الطعن اللي هو هيرفعه. اللي بيطعن بقى مين؟ اللي هو او بيكتسب الصفه ازاي؟ لو انا طلبت طلبات من محكمه اول درجه واترفضت طلباتي، يبقى انا هنا ليا صفه وليا مصلحه ان انا اطعن واطرح النزاع من جديد قدام محكمه الاستئناف واقول اللي ما اتحكمليش بيه في قدام اول درجه عايز تاني ان انا اطلبه. او طلبت مجموعه طلبات المحكمه استجابت لشيء ورفضت شيء، يبقى هنا من حق اطعن في اللي اترفض. هو ده اساس الصفه. الشرط الاخير ان انا ما كنتش قبلت الحكم اللي انا بطعن فيه، لان الطعن هو ايه؟ هو اعتراض على الحكم. لو انا قبلته طب ازاي ان انا هطعن فيه؟ مش هينفع، فلازم ان انا اكون قبلت ما قبلتش الحكم اللي انا جاي بطعن فيه. بالنسبه لميعاد الطعن، مواعيد الطعن من النظام العام، واذا الطعن اترفع بعد الميعاد يبقى فيه سقوط. ميعاد الطعن بالاستئناف 40 يوم، وميعاد الطعن بالنقض زي ما احنا عارفين 60 يوم، بتبدا كقاعده عامه من اليوم التالي لصدور الحكم. لكن في استثناء اللي هو قالت عليه الماده 213 مرافعات، قالت ان اذا انقطع تسلسل الجلسات، يعني انت حضرت ورجعت تخلفت، قضيه اتشطبت ورجع خصم الجلسه وما اعلنكش، او ان انت ما حضرتش خالص والحكم غيابي، يبقى هنا بيبدا الميعاد من اليوم التالي لاعلانك بالحكم. هنا الميعاد بيبقى مفتوح لحين ما يتم اعلانك مش 40 يوم. نقطة أخيرة مهمة بنحب نقولها، إن كان اللي بيجي يطعن بعد الميعاد هو اللي عليه إن هو يثبت بداية الميعاد بالنسبة له. صدر حكم أخير من محكمة النقض بجميع هيئاتها نقل عبء الإثبات، بقى عبء الإثبات مش بقى عليا أنا وأنا بطعم، أنا بعد ما أطعم أروح أستعلم من البريد إن لا ده عمل إختار ما وصلنيش، لا محكمة النقض عدلت عن المبدأ السابق واعتبرت إن اللي بيطعم بدام طعم بعد الميعاد وبدام حالة المادة 213 متوفرة في حقه والحكم غيابي، لا يفترض كده إن أنت طعنك في الميعاد، خصمك اللي هو انت طعن ضده اللي هو محكوم له هو اللي عليه ان هو يثبت ان انت اعلنت، فعليه هو انتقل العبء عليه هو ان هو اللي يجيب الاختراط. نتمنى ان احنا نكون افدناكم، وباذن الله نكمل باذن الله بعد كده نتكلم في الاستئناف والنقض. توفيق باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.